احنا بنتكلم دلوقتي على مهرجان المسرح، تنطلق الفعاليات او قاعه المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهره الدولي للمسرح التجريبي في دورته ال30. طيب ايه هو المهرجان؟ المهرجان بطبيعه الحال بيقام برعايه وزاره الثقافه، وزيره الثقافه الدكتوره نيفين الكيلاني. في قد ايه تقدم للمشاركه في الدوره ال30؟ 90 عرض مصري، ده واحد بس كده؟ لا، و87 عرض عربي بس كده؟ لا 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 لا، و88 عرض اجنبي، وتم الاختيار من بينهم للمشاركه في المسابقه الرسميه، واللي ان شاء الله يعني مقرر انها يقام المهرجان في الفتره من 1 لحد يوم 8 سبتمبر، يعني على الاسبوع الجاي تقريبا. خلونا نشوف هذا التقرير ثم فاصل ثم نعود. وما تنسوش بكره في مهرجان القاهره للدراما اللي بيقام في العالمين الجديده، ولنا في دي كلام. الدورة ال30 دورة تتميز بالأساس بأنها دورة عمل مؤسسي. حضرتك شايف قدامك أن كل اللي في المؤتمر الصحفي الناس كلها كانت مذاكرة أدوارها، لأن كل واحد كان عنده فرصة أنه يختار ويقدم أفكار جديدة ويقدم رؤى مختلفة. فالدكتور سامح مهران خلانا مستوعبين أنه من أول لحظة أن كل واحد عنده مسؤولية مهمة جدا لازم يتولاها ولازم يقوم بيها ولازم يحافظ على اسم وتاريخ ذلك المهرجان اللي توالى عليه اسماء مهمه جدا جدا، منهم الدكتور سامح مهران قبل كده قبل ما يقرر انه يترك المهرجان لفتره ورجع له تاني. احنا في الحقيقه في الدوره 30 كنا عايزين نعمل حاجه خاصه وجديده، فقلنا نبعد عن فكره الخبير الاجنبي ونعمل الخبير المصري. فعملنا كل الورش تحت شعار صنع في مصر. فعندنا مدربين كوادر عالية جدا عالميين، هم مجموعة مصرية من غير دعم مالي ولا مؤسسي، هم بنوا نفسهم بنفسهم وحطوا اسمهم على الخريطة وعملوا مؤسسات وكونوا مكان لهم، والمكان ده بيدرب شباب تاني مصري. فإحنا طبعا فخورين وسعداء جدا بوجودهم معانا. الندوات بتناقش قضية ماذا وصل التجريب، يعني دايما هنلاقي التجريب في المغرب غير التجريب في مصر، غير حتى يعني انت لما تيجي تجرب في الصعيد غير تجريب في وجه بحري غير في المدينة. It's a relative، هي عملية نسبية تماما. فزي ما الدكتور محمد سمير الخطيب قال، احنا قدام تجريبيات قايمة على الجغرافيا الثقافية مش على تجريب له نمط واحد. احنا هتلاقوا في عندنا عروض من ايطاليا، عندنا عروض من اليونان، عندنا عروض من الكتلة الشرقية ايضا، هتلاقوا في عروض عربية جيدة بتمثل، عندنا عرضين مثلا من تونس. معنى كده اشوف ان احنا ما فيش مجاملات، ان كان في شفافية كاملة وفي صلاحيات كاملة للجان التحكيم، وتم مناقشة كل العروض بشكل جيد جدا بحيث ان احنا يكون في شفافية عندنا لاختيار العروض المشاركة في هذا المهرجان. انا فخور جدا بالتكريم ده، وانا زي ما قلت في المؤتمر الصحفي كده، المهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي اتعمل في 35 سنة 30 مرة، انا شاركت في 29 مرة من المرات، منهم اول دورة من سنة 88 كنت بخرج فيها اول عرض ليا وانا في جامعة القاهرة لمنتخب جامعة القاهرة، كان تأليف الاستاذ محمد سلماوي واتعرض في المركز الثقافي الروسي في اول دورة خالص. ومن ساعتها وحتى هذه اللحظة ما فيش غير دورة واحدة بس ما كنتش موجود فيها في مصر، كنت واخد جائزة الدولة للإبداع الفني وكنت في الأكاديمية المصرية في روما، ما كنتش في مصر، فدي الدورة الوحيدة اللي ما شاركتش فيها. انما كل الدورات شاركت فيها سواء كمخرج او كمنتج او مخرج لحفلات الافتتاح والختام بتاعت المهرجان، ثم عضو اللجنة العليا للمهرجان، ثم رئيسا للجنة التحكيم الدورة اللي فاتت في المهرجان. وبالتالي المهرجان ده يعني انا تعلمت منه كتير جدا وتربيت جواه. هو المهرجان هو اكبر مهرجان دولي في المنطقة واقدمهم تقريبا، يعني المهرجان التجريبي بقاله رسمي 30 سنة وتوقف 6 سنين في النص، فبقاله يعتبر 36 سنة من اقدم المهرجانات تقريبا في المنطقة اللي علاقة بالمسرح. وهو مؤسس تيار مسرحي ضخم، تيار مسرحي قعد سنين حوالي 20 30 سنة، تيار تجديد، تيار بياخد العروض من زوايا مختلفة، بيتناول المسرح من طريقه مختلفه تماما. اعتقد ان هو افاد المتخصصين بنسبه كبيره وخلق تيار حقيقي في المنطقه العربيه كلها. يعني زي ما قلنا يعني العرض الافتتاح اللي هيقدمه الدوره كلها ما اقدرش اتكلم عنها، لكن اقدر اقول ان عرض الافتتاح لاول مره هيكون فيه استخدام للذكاء الاصطناعي في عناصر العرض المسرحي. يعني الموسيقى اللي احنا مثلا هنشتغلها في عرض الافتتاح
موسيقى مولده من خلال الذكاء الاصطناعي، وفي مفاجات تانية ان شاء الله نشوفها خلال العرض.